أعربت الفنانة مليكة بلباي عن سعادتها باختيارها سفيرة للنوايا الحسنة من طرف شركة أريد لقيادة الحملة التحسيسية لمكافحة سرطان الثدي، وهو المشروع الذي ستسخر كل وقتها ومجهودها لإنجاحه في انتظار لقاء جمهورها شهر رمضان الكريم. ميكروفون رميلة عثمان. عرفت امراه وكنت تكلمت عليها ليندا من اللحظات الاولى اللي عرفت انها عندها هذا المرض، عشت معها خوفها حتى وصلت وين قالت معليش نموت انا ما نقدرش نواصل. دونك سي تري ديفيسيل. علاش الحمله هذه؟ انه تساعد في ان شاء الله يوفقنا ربي باش نقنعوا هاد النساء انها تخوض الخطوه الاولى، تروح تدير الخطوه الاولى، تقدر تنقذ نفسها قبل ما يكبر هذا المرض وقبل ما ينتشر. راني مع واش عندي درك، انا نعيش اليوم ما نخممش في من بعد، خليها على ربي. مي سينو درك راني مع راني مركزه مع هذا الشهر، و ان شاء الله حتى انا ماذا بيا نطلع عليكم ان شاء الله ان شاء الله.